بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 52. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد نواصل اقتباس الأضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر في رسالته التدمرية أنه لا يلزم من اشتراك أسماء الله وصفاته مع أسماء وصفات المخلوقين في اللفظ والمعنى العام الموجود في الذهن اشتراكهما في الخارج والحقيقة والكيفية، إذ لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تخصه وللمخلوق أسماء وصفات تخصه. قال رحمه الله: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. قد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعين من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشرناه بغلام عليم، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال: وبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه بصيرا فقال: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال الملك: أتوني به. وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار، العزيز الجبار، العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: وقالت امرأة العزيز. وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر.
ونظائر هذا متعددة. ثم ذكر رحمه الله أمثلة لهذا الاشتراك في الصفات، فقال: ووصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة، فقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادة العبد، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه، إلى أن قال: ونظائر هذا كثيرة، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي مماثلته بخلقه. فمن قال: ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله تعالى بالمعدومات والجمادات. ومن قال: له علم كعلمي، وقوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضا كرضائي، أو يدان كيداي، أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. انتهى المقتبس من كلامه رحمه الله حول هذا الموضوع المهم الذي زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، لأنها لم تسر على هذه القاعدة العظيمة، وهي وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي ما نفاه عن نفسه، وأن الاشتراك في الاسم أو الاشتراك في الصفة بين المخلوق والخالق في اللفظ والمعنى العام لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة والكيفية، فلله أسماء وصفات تخصه وتليق به، وللمخلوق أسماء وصفات تخصه وتليق به، والذي يميز هذا الفرق هو الإضافة، فإذا أضيفت الأسماء والصفات إلى الله صار لها معنى يختص به سبحانه وتعالى، وكيفية تختص به، وإذا أضيفت إلى المخلوق صار لها معنى وكيفية يليقان بالمخلوق ويختصان به، فلا تعطيل ولا تمثيل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.